يعني كانوا هنا. مشرع واحد لان مديرية تقع في جبل صبر. حاولت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية دخول هذه المديرية في 15 من شهر 7/2015، وقاموا باستحداث مواقع عسكرية يتم قصف المدينة منها بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي أثار أبناء هذه القرية وأعلنوا إطلاق شرارة الأولى من المقاومة بنفس اليوم، وقاموا بإحراق أول دبابة حاولت قصف المدينة في تلك المديرية، الأمر الذي أزعج الميليشيات التي قامت بقتل شباب القرية واعتقال العشرات منهم. إلا أن شباب هؤلاء المديرية استطاعوا وبإمكانيتهم البسيطة تحرير قريتهم بعد شهر كامل من المعارك العنيفة، لتكون مشرعة حدنان أول المديريات المحررة في تعز. عندما أرادوا أن يطلعوا للمديرية لأن فيها مواقع استراتيجية مطلة على المدينة، كانت الشرارة الأولى بإحراق الدبابة. كانت بفضل الله وبتأييد مواطني مشرعة حدنان وشبابها من جميع الشرائح أن حققنا الانتصار وطرد الغزاة. هؤلاء الشباب لم يتوقفوا بعد تحرير مديريتهم، فأسندوا جبهات القتال في المدينة وعملوا على كسر الحصار عنها، واليوم يحتفلون بقتال حملة أطلقوا عليها الزاد والزناد من أجل استمرار المقاومة، والتي تم من خلالها جمع التبرعات وإسناد المقاومة الشعبية بالذخائر والغذاء. بعد ما قامت مديرية مشرعة وحدنان بطرد ميليشيا الحوثي من داخل المديرية، ها هي اليوم تنظم حملة الزاد والزناد لدعم أبناء المقاومة في مدينة تعز بالغذاء والدواء والذخيرة، مساندة لشباب المقاومة الموجودون في تعز من أجل تحرير المدينة تحت شعار مستمرون في المقاومة. ها هي اليوم المديرية تختتم الحملة بالقافلة الغذائية التي بالمهرجان والقافلة الغذائية التي ستنطلق اليوم إلى مدينة تعز. الحملة لاقت تفاعل الكثيرين من أبناء المديرية، نساء ورجال، كبار وصغار، لتنطلق قافلة مكونة من عشرات السيارات حاملت كل ما جادت به هذه المديرية لجبهات القتال في المدينة. يحتشد أبناء المديرية هذه من أجل دعم وإسناد المقاومة الشعبية في المدينة عبر حملاتهم ووسائلهم المختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته استمراريتهم بذلك حتى تحرير المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، مشرعة وحدنان، تعز.